لكابتن خالد جدالة طبعا نجمنا الكبير معانا على التليفون. مساء الخير يا كابتن خالد. أهلا، مساء الخير يا أحمد، إزيك؟ أهلا بيك، دايما بنسعد بيك في السادسة، ونسعد طبعا أكتر إن احنا نشوفك، لكن أكيد كمان نسعد إن احنا نسمع صوتك. الله يخليك يا أحمد. يا كابتن خالد، أنا يعني مش هتكلم معاك على فلامينجو الأول، أنا عايز تقييم كابتن خالد جدالة لشكل وشخصية النادي الأهلي في مشاركته التامنة في كأس العالم، بصرف النظر عن النتائج دلوقتي، بصرف النظر عن النتائج اللي انتهت ليها المباريات أو المركز اللي حاول الأهلي، شايف إزاي شكل الكرة اللي قدمها النادي الأهلي؟ شايف إزاي مستوى الشخصية اللي ظهر بيها النادي الأهلي في المباريات الأربعة اللي لعبها؟ والله إحنا النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي قدموا كورة بشكل مشرف. بصراحة فاق توقعاتي أنا كمان من ناحية النواحي الهجومية. احنا لعبنا كرة قدم حديثة بغض النظر عن النتائج قدام فلامينجو او ريال مدريد، ولكن لعبنا بالشكل اللي هو بينم ان لعيبة النادي الاهلي بتلعب كرة حديثة، بينم ان المدير الفني بتاع النادي الاهلي فكره متطور وفكره جديد مش قديم. بقينا نلعب بنشوف ان في كثافة هجومية بالنسبة لعيبة النادي الاهلي، تواجد هجومي بشكل كويس جدا مع فرق كبيرة وفرق عالية المستوى وعالية الجودة وبتضم أحسن لعيبة في العالم، طبعا ريال مدريد وفلامينجو. فلعبنا بشكل كويس، مش الكورة العقيمة اللي كنا دايما بنلعبها ان احنا بندافع بس. قدرنا ندافع بشكل كويس، ولكن في بعض الأخطاء، ودايما الأخطاء في الماتشات الكبيرة ما بتقدرش ان انت يعني دايما بتتعاقب عليها. أيوة. لان دي لعيبه على مستوى عالي ولعيبه على محترفه، الغلطه بيقدروا ان هم يستثمروها بشكل كويس. ولكن لعبنا كوره حديثه بمعنى ان احنا بندافع، ولما بنقطع بنقدر نهاجم وبنوصل لمرمى المنافس سواء ريال مدريد او سواء كان فلامينجو بشكل مكثف وبشكل هجومي. يعني بصراحه انا كنت مبسوط وانا بتفرج. صحيح. ولكن يمكن النتيجتين كانوا كبار شويه وما ينموش برضو او ما يدلوش على العرض او الاداء بتاعنا من خلال اعتراف المنافس نفسه بده، يعني الصحف الاسبانيه والصحف البرازيليه قالت انه نتائج المباراتين مع النادي الاهلي ما بيعكسوش السيناريو بتاع اللقاء اللي حصل على ارض الملعب. بالظبط، ودي حقيقه، لان احنا مثلا ماتش فلامينجو لا 4-2 نتيجه كبيره، ولكن انا بقول لك الاخطاء في الماتشات، لما تلعب في الماتشات الكبيره اللي زي دي، لما بتلعب قدام مستويات عاليه، لما بتخطئ الفرقه اللي قدامها بتستغل هذا الخطا وبتستفيد منه بشكل كبير. انا لسه كنت في الفاصل بتكلم مع الزملاء، قلت انه من الممكن جدا انه نتيجه 4-2 لصالح فلامينجو دي كانت تبقى 4-1 لصالح الاهلي، كان وارد جدا. بالظبط، احنا في ضربه جزاء علي معلول ضيعها، ايوه، وفي الانفراد بتاع محمد شريف، دول أيوه. هدفين محققين والله، وفي كوره بيرسي تاو كمان لو عايز، انا بعتبرها فرصه هدف محقق بتاع بيرسي تاو. وادي ثلاث اهداف محققين، ايوه، وكان ممكن الكوره بتاعت البينالتي والكوره بتاعت محمد شريف لو جت كان يمكن سير الماتش كان هيتغير، اختلف تماما بشكل كبير. طيب. جدا، وكان ممكن نكسب الماتش، ولكن الحمد لله ان احنا طيب. شكلنا كويس. عايز اسمع رايك يا كابتن خالد في دي، واحده من يعني من ملاحظاتي على البطولتين، على بطوله كاس العالم للمنتخبات وبطوله كاس العالم للانديه. انا بحس انه في الوقت في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي، الفوارق والجاب الكبير، الفجوه الكبيره اللي كانت بين الكره الافريقيه عموما والعربيه خصوصا وبين الكرة العالمية قلت بشكل كبير. منتخب المغرب ومنتخب السعودية ومنتخب تونس أثبتوا ده في مونديال المنتخبات، والأهلي والهلال أثبتوا ده في منتخبات الأندية. هل ده شيء ممكن نبني عليه، ولا دي مرحلة استثنائية أو فترة يعني ظهرت فيها أو تطورت فيها الكرة العربية والأفريقية بشكل استثنائي أو شكل مؤقت؟ لا طبعا، شيء نقدر نبني عليه ونقدر نشتغل على نفسنا بشكل اكتر من كده بشكل كبير، بحيث ان التطور يبان، ولكن نقدر نبني عليه في المستقبل، نقدر نبني على اللي احنا عملناه. ولكن برضو انا ليالي تعقيب، احنا مش عايزين يعني منتخب المغرب، احنا انا لما بسمع دايما منتخب المغرب ادى بشكل كويس طبعا، ونتائج هايله ورابع كاس عالم، ولكن احنا مش عايزين نقارن نفسنا بيهم، لان انت تعالى شوف منتخب المغرب فيه كام لعيب محترف. يعني قصه ثانيه، هم كلهم لعيبه اوروبيين مش لعيبه محليين،
وهو ده اللي اداهم القوه واداهم الثقه واداهم الطموح ان هم يقدروا يكملوا. انا اتمنى عدد محترفينا يزيدوا. بس خليني اقول لك كابتن خالد، السعوديه ما فيهاش ولا لاعب محترف، ومع ذلك المنتخب السعودي قدم كره كويسه جدا في كاس العالم. اليابان ما فيهاش اسماء تقيله قوي، ومع ذلك قدمت كره كويسه ونتائج كويسه في كاس العالم. الدوري السعودي قوي جدا، وهو ده الفرق ما بيننا وما بينهم. ما فيش احتراف، ولكن شوف عدد المحترفين اللي بيلعبوا في الدوري السعودي قد ايه. الاجانب. فانت الدوري قوي جدا، منافسه قويه جدا، تمام؟ اللعيبه المحليين استفادوا من اللعيبه الاجانب اللي بيلعبوا معاهم في الدوري السعودي. أيوة. لان هم برضو ما بيجيبوش اي اجانب، بيجيبوا اجانب على مستوى عالي جدا. فعملوا طفره في الدوري السعودي، وانت لما تتفرج دلوقتي على اي ماتش في الدوري السعودي بتقعد تستمتع. فاللعيبه المحليين عشان بيلعبوا في مسابقه قويه، السعوديين بيلعبوا في الدوري السعودي القوي اللي هو فيه محترفين على مستوى عالي، قدروا ان هم يستفيدوا وقدروا ان هم يبقى فيه احتكاك قوي، زائد ان عندهم برضه مدير فني على مستوى عالي جدا. طبعا اتكلمنا عليه طبعا. نتمنى احنا اللي احنا وصلنا له النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ده، يعني نقدر نبني عليه ويدي اللعيبه ثقه ان هم مش بعاد قوي. أيوة. ولكن ناقصنا برضو حاجات كتير عشان برضو ما نبقاش بنقول كلام تمام اكتر من يعني من امكانيات. متفقين. متفقين طبعا. طبعا احنا طبعا اتفقنا انه الشخصيه والكره اللي ظهرت للنادي الاهلي في البطوله تقدر على المستوى المحلي والمستوى القاري كمان انها تصنع الفارق، لكن لو كنت طبعا عايز تنافس على المستوى العالمي لا، محتاج تشتغل كتير انت كجهاز فني وكاداره وكلاعبين وكجمهور نظرتك يعني. بس انا هنا عايز اقف معاك كابتن خالد، انا بحترم جدا طريقه تفكيرك وبحترم جدا وجهه نظرك. الله يخليك. جمهور الاهلي دايما يعشق التحديات. بقينا بنفرح لما بنكسب لقب الدوري او بنحقق بطوله محليه، بنفرح جدا لما بنكسب طبعا وبنحقق بطوله قاريه، بيبقى لقب غالي جدا علينا. بس سقف طموحات الاهلاويه ما بقاش يقف عند فكرة انك تروح المونديال تجيب ميدالية برونزية. ازاي تقدر تتحرك او ازاي تقدر تخطط؟ وانا بتكلم هنا على إدارة بقى عندها هدف واضح وصريح انها تروح لأبعد من البرونزية، طموح عند اللاعبين بعد المستويات الرائعة اللي قدموها في 3 مونديال متتاليين، طموح عند جهاز فني كمان رائع اكتشف قدرات النادي الأهلي في البطولة دي بشكل فعلي، وطموح للجمهور انك تروح على الاقل المباراه النهائيه. نقدر نعمل ده ازاي في خلال الموسم ده اللي بشوفه بقى تحضير لبطوله كاس عالم وافريقيا اولا ثم كاس عالم في نسخه جايه ان شاء الله؟ احنا يعني المستوى اللي ظهرنا بيه في كاس العالم الانديه ده يدينا انطباع او يبقى طموحنا، مش طموحنا، الحقيقه اللي احنا نقدر نتكلم فيها على مستوى النادي الاهلي ان هو يبقى رائد القاره الافريقيه. احنا نبقى بطل القاره الافريقيه، ده اقل حاجه. يعني ده مش طموح بقى، ده اللي المفروض ان احنا يكون موجود معانا يعني. بالنسبه للبطوله المحليه او البطوله الافريقيه. لما نيجي نتكلم بقى على حته اوروبا والفرق اللي اكبر من كده او المستويات العاليه، لا احنا لسه قدامنا فتره نقدر يكون عندنا محترفين بشكل قوي جدا. انت في بطوله زي دي لازم يكون عندك من 3 لـ4 محترفين يشيلوك وعلى مستوى عالي. يعني الكاتيجوري بتاعتهم ايه يعني، حاجه فيرست كلاس يعني زي ما بنقول. تمام. دول يدوا لك تقل عشان تقدر عالميه، في العالميه تقدر تحط رجليك بشكل كويس. ولكن احنا اللي احنا واقفين عليه دلوقتي عشان برضو يبقى احنا جمهور النادي الاهلي لما يسمعنا يبقى احنا بنقول الحقيقه، ما بنقولش كلام في الهواء. احنا على المستوى الافريقي والمستوى المحلي يجب ان نكون ابطال القاره وابطال الدوري. قادرين ان شاء الله باذن الله. وانا كنت ابتديت الحلقه بانه لو الاهلي قدم كورته وظهر بالمستوى في الظروف الصعبه، احنا لعبنا 4 ماتشات صعبين جدا يا كابتن خالد في 10 ايام، ومع ذلك ادينا اداء عالي المستوى. على فكره احمد انا كنت معاك حلقه يمكن من قبل البطوله. ايوه. ولو تبقى ترجع ليها انا قلت احنا ما عندناش اي مشكله لغايه ماتش ريال مدريد. يعني الماتشين بتوع اوكلاند والسياتل الامريكي ده انا قلت من قبليها بالظبط ما عندناش فيهم اي مشكله، ولكن
العقبة هتظهر في ماتش ريال مدريد. هنبدأ مشوار جديد في دوري الأبطال يا كابتن خالد، ويسعدنا دايما تكون موجود معانا، بنسعد بيك دايما، ونحب جدا نسمع آراء كابتن خالد جدالة طبعا نجم النادي الأهلي الكبير.